83 141 مترشحا ومترشحة جلسوا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يوليو 2019 في كافة الأراضي الوطنية، وعليه أطلق كل من وزير التعليم العالي البحث والابتكار دكتور دافيد أودينغار ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق سرومة أطلقا بثانوية فليكس أوبوي مجريات السلسلة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية هذا العام. وزير التعليم العالي البحث والابتكار دكتور دافيد أودينغار وبعد إطلاق الامتحانات طلب من الممتحنين الهدوء وضبط النفس والالتزام بشروط وضوابط الامتحانات للتمكن من الإجابة بطريقة جيدة، متمنيا لهم حظا موفقا. وبعد ثانوية فليكس أوبوي توجه الوزيران إلى عدد من مراكز الامتحانات بأنجمينا، حيث تفقدا سير بداية الامتحانات بكل من مركز ثانوية القلب المقدس وثانوية الدجال المركزي. واختتم الوزيران جولتهما بمجمع معارف التشاد التركي، حيث لاحظ الوزيران أن امتحانات الشهادة الثانوية بدأت بشكل رسمي في مختلف المراكز. الأمور تسير كما هو مطلوب. التلاميذ كما تعلم أنه هو العام الدراسي دون عراقل، وكل المقررات التي قررت تم دراستها، ولذلك نحن في نهاية عام جيد، والتلاميذ الآن يمتحنون الشهادة الثانوية بهدوء في كافة المراكز التي زرناها، ونعتقد أن هذا العام ستكون النتائج أفضل من العام الماضي نتيجة لإكمال العام الدراسي بصورة جيدة. أنتهز الفرصة أن أشكر وأحيي المعلمين في كافة الأراضي الوطنية على ما قاموا به من عمل خلال هذا العام، وأتمنى للتلاميذ الآن الذين يمتحنون كل التوفيق والنجاح. هذا وللمعلومية فإن المترشحين يمتحنون في 96 مركزا، 26 منها بالعاصمة أنجمينا وأخرى في الولايات المختلفة للبلاد، ومركزا واحدا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.